بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله. نبدأ اليوم درس جديد في شرح برنامج سكتشب والمقبس فيري، وسوف نشرح في هذا الدرس الانعكاس، كيف تقوم بعمل فلتر أو مابت الانعكاس لأي مادة. طبعا توجد مواد طبيعية، معظم المواد لديها انعكاسات، ولكن يوجد مواد لديها انعكاسات بشكل أكبر. الانعكاس اللي هو مثل انعكاس الصورة في المرآة، كل المادة لها خاصية فيزيائية وتعكس الضوء بنسبة معينة. مثلا الأرضية الداخلية مثل البورسلين والسيراميك والزجاج والماء وما شابه ذلك، وحتى الأرضية الخارجية قد تكون فيها نسبة انعكاسات بسيطة، وأيضا الرخام يوجد به نسبة انعكاس. كيف نقوم بعمل انعكاس في هذه المواد؟ مثلا نقوم بعمل أرضية أو تشطيب أرضية السقف. هنا نقوم باختيار هذه المادة هكذا، select، ثم material، ثم نتأكد من المادة، ثم right click، ثم create layer. طبعا ريفليكشن هو الانعكاس، نستطيع ان نعمل اللي هي الانعكاس بهذه الطريقه، ولكن افضل لي فيري بي ار دي اف لانها تشمل اشياء متقدمه اكثر من الانعكاس فقط. نقوم بعمل هذا الخيار، يصبح لدينا تو لاير ديفيوز العاديه والفيري بي ار دي اف. نقوم بمسح الديفيوز، ديليت، ريموف لاير، يس. طبعا هنا لو وضعنا خامة أو شيء آخر قمنا بمسح الديفيوز. الآن الديفيوز نفسه موجود، ولكن تمت إضافة الرفليكشن والرفركشن. طبعا البامب والديسبليسمنت باقي كما هو لو احتجنا له. طبعا في الديفيوز نقوم باختيار خامة أو تشطيب خارجي، تكتشر بيت ماب، نختار هذه الخامة، أرضيات اللي هي خارجية، أوبن مثلا، اختار اي خامة، لكن بنبدأ بهذه الخامة، نعمل بريفيو، ثم نقوم بتعديلها من هنا، هي 120x120 مثلا، ثم نختار بقليل هكذا، نقوم بعمل رندر. طبعا نجد ان خامة تكون يعني يكاد يكون الانعكاس فيها معدوم، صورة عادية من غير أي شيء آخر، لا يوجد فيها انعكاس. طبعا هذا هنا الظل، قمت بتعديل بعض الخصائص في الفيري، أرجو تعديلها، طبعا سيتم شرح هذه الخصائص في نهاية الدورة. قمت بتعديل في environment الأولى اللي هي skylight اللي هي ضوء الشمس، قمت بتعديل هذا الرقم من 1 إلى 1.5 اللي هي حجم الشمس، حجم قرص الشمس، وفي الكاميرا قمت بتعديل الشطر سبيد أو سرعة أخذ اللقطة من إلى 180، وقمت بتعديل فيلم سبيد سرعة الشريط إلى 110 وإف نمبر لـ7.5. سوف أقوم بشرح هذه الأشياء في نهاية الدورة، ولكن الآن نقوم بضبطها على هذا الضبط. ورندر، آسف، نقوم باختيار ماتيريال. الآن الخامة عادية، يعني صورة عادية. لعمل الرفلكت أو الرفلكشن نقوم بالدخول هنا ورفع هذه القيمة، كل ما زاد إلى الأبيض كل ما زاد قيمة الانعكاس، نقوم برفعها إلى آخر حاجة، بريفيو، نجد أنها يوجد لدينا انعكاس كبير هنا، نستطيع أن ننقص منه قليلا يصبح هذا الانعكاس أقل، وهكذا. طبعا هذا الانعكاس موزع بشكل متساوي على كامل سطح السيراميك، وهذا غير حقيقي لأن السيراميك مستحيل يكون عليه انعكاس بشكل، في أماكن داكنة في أماكن خفيفة خفيفة اللون وهكذا، فكل مكان يكون فيه اختلاف، فلهذا المفروض أن نضع مابة سبيكلر هنا، سوف أريكم كيف تضعونها في فيديو قادم، ولكن الآن نشرح الانعكاس بشكل عام، ثم في الحلقة القادمة نقوم بشرح إدخال المابة لإعطاء الرفلكت. طبعا نقوم برفعها،
اوكي بريفيو، نجد ان لدي انعكاس كبير. طبعا نقوم بعمل رندر ونرى ما هي النتيجة. نجد ان لدي انعكاس كبير جدا هنا، ورندر يصبح بطيء قليلا. ونجد أنه كأنه مثل الزجاج هنا، وهذا يعتبر غير واقعي لأن الانعكاس كبير. يجب أن نقوم بإنقاص قيمة الانعكاس قليلا. نقوم بإنقاص هذه القيمة قليلا هكذا. بريفيو، ننظر هنا كأنه يعكس صورة أو صورة شيء جسم مقابل. طبعا نجد reflect grossness، عندما تنقص هذه القيمة يصبح الصورة المنعكسة معدومة الحواف. كل ما تنقص هذه القيمة 0.8 مثلا، انظر هكذا، خليها 1، انظر الفرق. طبعا هذه الأشياء بالتجربة سوف تفهم كيف تعمل. نجعلها 0.85 ثم نعمل رندر، نجد أنه أصبح أكثر واقعية من الصورة السابقة. نستطيع رفع قيمة الانعكاس بأكبر من هذا بأن نفتح الفريزنر ريفليكشن، نضغط على حرف L يقوم بفتح، نرفع هذه القيمة مثلا ل 2.3، نجد أن الانعكاس أصبح أكبر. نقوم بعمل رندر، طبعا نجد أن الصورة تغيرت قليلا. نقوم بإغلاق الرندر وفتح الماتيريال، نقوم برفع هذه القيمة مثلا 5، عمل بريفيو، نجد أنها بدأت تعكس المحيط هنا الخارج. مثلا نرفعها ل 10، ننظر ماذا يحدث. طبعا تستطيع أن تبقى أن تجرب هذه القيم حتى تصل إلى القيمة التي تريدها. احنا وصلنا للواقعية ولكن نجرب هذه القيم، نجد أنه أصبح يعني زجاجي، تحول من سيراميك إلى زجاجي أكثر، وهذا طبعا غير واقعي، ولكن قد تكون تجربة لمعرفة ما تقوم بفعله هذه الإعدادات. طبعا نعود إلى القيمة الأولى هنا هكذا، نرفع هذه قليلا، أوكي نرفع هذه 9، نجعل هذه 2 على سبيل المثال، نجد أنها مقبولة 0.85، ثم نعمل رندر. طبعا هنا الانعكاس موزع بالتساوي على كل الخامة، يعني لا يوجد أماكن داكنة أو أماكن فاتحة، يوجد انعكاس متساوي على كل الخامة، هذا غير صحيح، غير واقعي. سوف نتحدث في الحلقة القادمة عن الانعكاس باستخدام المابات، باستخدام برنامج بيكس بلند أو أي برنامج آخر مثل كريزي بومب. ننتظر قليلا حتى ينتهي الرندر. طبعا هذا الانعكاس يظهر أكثر شيء في الرندر الداخلي، أو يستخدم أو يستفاد منه في الرندر الداخلي أكثر من الرندر الخارجي، أو في الزجاج أو ما شابه من المعادن اللامعة مثل الكروم والألمونيوم والستيل ومثل هذه والذهب مثلا والفضة. وسوف نقوم بشرح
عمل هذه المعادن وعمل الزجاج والماء في الحلقات القادمة إن شاء الله. نرجو عمل شير وسبسكرايب ولايك لهذه الصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله.